FM. الكلمة ليك. نعتبر وأنه وصلنا مرحلة خطر، اللي هي مرحلة معناها دقيقة ومرحلة حاجة في عمر الكتلة الليبية لحركة ميدا تونس. وهذا عنده عديد الأسباب، اللي هي معناها أسباب بالأساس هي أسباب داخلية ومغذيتها أسباب أخرى خارجية. نشوفه أنه فما صراع على موقع من بعض القيادات في حركة ميدا تونس، وفما معناها عدم مسؤولية فهمتي من طرف العديد من اللي نعتبرهم معناها قيادات ومؤسسين، ما أخذوش بالاعتبار وأنه فما مصلحة الدولة. سيمونجي بربي يزينا من الغموض، أعطينا أسماء. أنا شوف لن أبي نفسي معناها على التسمية، لكن المعروفة هو صراع. وين هو صراع؟ معناها ما بين هل ما تسموه أنتم في الإعلام شقوق وشق فلان وشق فلان، هذه معناها ثورت إلى درجة وأنها انعكست الأزمة هذه اللي هي في الحزب وفي الهياكل الحزبية، انعكست على الكتلة النيابية في مرحلة أولى وأنها انعكست عليها وقت اللي انقسمت وخرجت عليها كتلة الحرة، وفي مرحلة ثانية اليوم نخافوا لأن نعاودوا نفس التجربة اللي هي انشقاق جديد وانبثاق كتلة جديدة على كتلة حركة ميدا تونس. وإحنا معناها أنا جاد معناها في التخوف نتاعي، والاجتماع الأخير نتاع الأيام البرلمانية اللي كان يوم السبت لحد أمس معناها كان معناها يأكد وأنه كلامي ينجم يكون معناها في درجة كبيرة منه أنه تخوف حقيقي على لا شيء إلا وأنه أكثر بقليل من نصف الكتلة حذر والبقية لم تحذر، استجابة لطلب المدير التنفيذي لحركة ميدا تونس بتأجيل الانتخابات بتأجيل الأيام البرلمانية. هذا معناها يعكس المشهد الحقيقي، وإن شاء الله إحنا ما نوصلوش للمرحلة هذه وأنا ما نتمنهاش. أتبقى أنا نحب نطلب من جميع الزملاء وجميع الأخوة في كتلة وأعضاء كتلة حركة ميدا تونس وأنه ننأى بنفسنا عن التجاذبات السياسية وعن الشقوق وعن الانحياز إلى طرف ضد طرف، ونتفرغ أساسا إلى عملنا النيابي وعملنا البرلماني اللي هو بالأساس موجه إلى الشعب التونسي، موجه للفئات اللي هي من أجلها أن تأخذنا. هذا هو الأساس وهذا هو معناها سبب وجودنا في هذا البرلمان. هذاك سيمونجي كي تقول إن شاء الله ما نوصلوا ليش، أنتم وصلتوا لها ما أنت حتى التوانسة تاو كي تتفرج ما أنت ولا تسمع في تقرأ في الجرائد ولا تتفرج البارح مثلا كيما لمن يجر فقط، ما أنت وصلتوا لها هذي ما أنت أنتوا تتهموا في بعضكم حتى وسامم متاع الحزب متاعكم. أنت ما زال عندي القليل من الأمل اليوم وأنه ترجع الجادة إلى بعض الأطراف اللي هي موجودة في الساحة وأنها تنجم توفق. كذلك ما زال عندي الأمل وأنه زملائي يتفهموا درجة الخطورة اللي وصلنا لها اليوم وأنهم يعودوا إلى العمل البرلماني ويعودوا إلى الكتلة النيابية اللي معناها شهدت العديد من الرجات والعديد من الهزات. وإن شاء الله أنا كما قلت لك من الأول أنا متخوف وتخوفي جدي، بقى أنا نتمنى وإن شاء الله ما نوصلوش إلى مرحلة الانشقاق الجديد ولا مرحلة الانقسام مرة أخرى. بريان مسيس يحب يدخله. سيمونجي مرحبا بك. عسلامة سي بريان. مرحبا سيمونجي. من الواضح انه حاله الانقسام هذه ما بين زوز اجنحه، سي معناها المجموعه اللي دعات للاجتماع الكتله البرلمانيه في توقيتها وملتفه حول رئيس الكتله سيد سفيان طوبال، والمجموعه الاخرى اللي قاطعت الايام هذه بدعوه من رئيس من المدير التنفيذي سيد حافظ قايد السبسي اللي دعا لتاجيل هذه الايام ساعه من خلال طالب بعض المعطيات الاعلاميه. انا خاطر هنا فما اختلاف في التقدير والتقييم منطق الحسابات الزمام والحساب، قداش من واحد احضر نهار لحد في الايام البرلمانيه استجابه لدعوه رئيس الكتله؟ هو استجابه لدعوه معنا تلقائيا، هو المكتب 35 عضو وفما العديد من الاعضاء اللي هما ما يتجاوز العدد نتاعهم 6-7 اللي عبروا على نيتهم بالهاتف وانهم عندهم اسبابهم وانهم ما حضروش لأسباب خاصة أو لأسباب شخصية. يعني نجم نقوله بمنطق الأغلبية والأقلية أنهم اللي حضروا الاجتماع البارح وجدوا الثقة في مكتب الكتلة، يعني هو يمثلوا أغلبية داخل الكتلة أو ما تبقى للكتلة؟ هو شوف حيث معنا المنطق الأغلبية والأقلية والمنطق القانوني بالنسبة للنظام الداخلي اللي عنا وحطيناه في الكتلة النيابية ومودع معنا بالحزب،
هو انه تنجم ثلث النواب معناها يجتمعوا وينجموا يقرروا اللي في شان الكتله. باقينا هذا ما هوش هو المنطق اللي السليم اللي نمشوا فيه، ما هوش منطق الاغلبيه وشكون اكثر وشكون اقل وشكون جاي وشكون ما جاش. احنا الاساس هو انه نحافظوا على وحده الكتله ونحافظوا على وجودنا في المراتب الاولى بالنسبه للبرلمان، الكتل البرلمانيه الموجوده. اتبقى زاده باش نحب نوضح حاجه ونوضح نقطه بالنسبه فيما يتعلق برئيس الكتله سفيان طوبان. انا شاهد عيان وكنت معناها شاهد، وانه في الايام البرلمانيه في 7 مايو و8 مايو 2016 حين معناها انتخب سفيان طوبان بعد استقاله الفضل بن عمران، كان هنالك اتفاق اخلاقي وضمني وقع الاعلان عليه وقع التصويت عليه باجماع الحاضرين في سوسه، وانه يستمر سفيان طوبان ويكمل الدوره اللي تبقت من نتاع فضل بن عمران، ثم ياخذ الدوره النيابيه القادمه اللي هي دوره 2017. وهذا اتفاق معناه اخلاقي وصدقنا عليه بالاجماع، وكانت معناها الناس كلها فرحانه وخرجت الناس كلها فرحانه. هذا علاش؟ وانه فما العديد من الاخوه يشوفوا انه لابد ان نتمسكوا بهالاتفاق هذا دون المرور الى انتخابات، ثم انه نعتقد وانه اذا كان مررنا الى انتخابات هذه هي الطامه الكبرى، وهذا هو الانشقاق وهذا هو الانقسام. اللي عنده طموح وعنده يحب يشد رئاسه كتله كيما قلت حين ذات تونس، انا نقول له ان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ربي يهديك اذا كان تحب تشد كتله مهما نوعها. سي المنجي، توا هذا على المستوى الشكل، نحب على المستوى المضامين، قمتوش انتم بجهود لتقريب وجهات نظر اليوم الكتله؟ صحيح موضوع صراع والكتله اصبحت في مرمى الصراعات نتاع الحزب ودخلت في هالدوامه هذه وورثت صراع الحزب نتاع الشقوق واجنحته، لكن ايضا الكتله في نفس الوقت نجم تكون ضحيه، لكن نجم تكون عندها دور ايجابي على الاقل في تقريب وجهات النظر، لان اخر ما تبقى لقلاع الحزب من الاوراق اللي في يدها في الحياه السياسيه هي الكتله ودوره داخل البرلمان، هذا هو الاساس وهذا اساس نظام الحكم. لعبتوش دور في تقريب وجهات النظر ما بين هالاجنحه المتصارعه سي منشي؟ صحيح، هو فما معناها اغلبيه مجموعه معناها طيبه ومجموعه مهمه من اعضاء الكتله النيابيه اللي معناها يتحلوا بالمصداقيه ويتحلوا بالصدق معناها والوطنيه، وعندهم روح معناها الميثاق والاتفاق. اتجهنا في مرحله اولى وانه الى السيد المدير التنفيذي حتى حبسنا الازمه اللي هي كانت باش تصير يوم الاحد اللي فات، مش الاحد هذا تاع امس، الاحد اللي قبله، في انتخاب رئيس كتلة وقت اللي كانت فما وقت اللي كان هو في الحج. لذلك دخلنا احنا وقفنا هالطيار هذا، تبدل المعطى وتبدلت المعطيات واصبح الاجتماع ما فيش انتخابات. لذلك معناها قائمين بدورنا وقائمين بالدور التوفيقي، وان شاء الله ربي يوفقنا. كذلك معناها أزمة الحزب كانت ديما الكتلة النيابية هي الجانب اللي يوفق ما بين الجميع، ونعتبر أنهم النواب هما عدد مهم وهم عدد صعب بالنسبة للحزب، وهذاك علاش الصراع ديما كل ما يحتد معناها في الحزب لابد وأنه يكونوا النواب حاضرين. واضح سي المنجي. معز عندكم أضيف؟ عسلامة سي المنجي. معز الجودي، شوف انا حبيت معناها عبر الاذاعه نتاع كاب افان نوجه رساله مجدده للاخوه النواب وزملائي في حركه نداء تونس، وانهم يلتفوا حول الكتله وحول العمل النيابي اللي هو وجودنا في هذا البرلمان هذاك، وانه نتفرغوا الى القضايا الوطنيه وانه نتفرغوا الى قضايا الشعب التونسي. كذلك وانه نحب نوجه رساله اخرى الى السيد رئيس الجمهوريه، وانه لابد اليوم وانه يتدخل على خاطر الازمه عميقه وازمه كبيره وازمه معناها تكاد تكون معناها ازمه وطنيه، ما هيش ازمه حزب وما هيش ازمه كتله فقط. الكلمه ليك.